بعد شوط اول مثير ومتكافئ، تعادل الاهلي والزمالك 1-1. احرز للنادي الاهلي عمرو السوليه من ضربه راس رائعه، واحرز لنادي الزمالك شيكابالا من تسديده رائعه. نطلع لفاصل ونرجع نواصل كلامنا مع نجومنا الكبار. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شفنا هدف مبكر للنادي الاهلي، وتوقعنا ان ممكن النادي الاهلي يزود وتستمر بقى السيطره والافضليه ليه، بس لقينا حصل يعني نوع من الهدوء بعد الهدف الاول. توقعنا ايما ان هي دي ميزه النادي الاهلي او سمه النادي الاهلي، بعد الهدف وهدف بدري بيدور على الهدف الثاني والثالث، حتى لو مش عارف اهداف لكن هو متسيد الملعب. بالظبط. حصل العكس اللي هو ملوش مبرر، ان انت بعد الهدف 4-5 دقايق شكل ماشي معقول، بعد كده انت سلمت باقي الشوط لفريق الزمالك لحد هدف التعادل، وبعد كده كمان هو حتى المشكله ايما اللي مخوفانا انا ان الحاله غريبه على كل اللعيبه، مش واحد او اثنين. أيوة. في بعض اللعيبه مش موجودين، لكن حاله غريبه ان الناس كلها مش يومها. أيوة. دايما بقول لك ايه، المدير الفني بيقول يا رب يبقى النهارده اللعيبه في يومها. أيوة. لكن انت النهارده في كام لعيب مش في يومه، ورغم كده انت 1-0 في اول دقيقتين. بالزبط. ده يعني احسن بدايه ممكن تتخيلها في حياتك، سيناريو. لكن حصل اللي حصل في الشوط الاول، ان الزمالك هو تسيد الشوط. بتمنى يا رب ان خلاص الشوط ده يخلص، الشوط الثاني بتمنى لعيبه النادي الاهلي يرجعوا لحالتهم الطبيعيه، واهم حاجه في كل ده لازم حته الضغط تتعمل ثاني من الاول باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، تقييمك السريع لاداء النادي الاهلي ونادي الزمالك في الشوط الاول؟ يعني جونين حلوين طبعا، احنا ابتدينا بدري جدا. واللي احنا قلناه في الاستوديو حصل. أيوه. ان الناحيه بتاعت اسلام جابر كان فيها لخبطه. مظبوط. وضغطنا فيها شويه الشوط الاولاني. صح. في اول 10 دقائق. صح. لكن المشكله ان احنا ما كملناش. أيوه. يعني في كور كتيره تتعمل لهاني لما بيطلع، تتعمل لحسين الشحات ما بتتعملش. أيوه. نادي الزمالك اتلخبطوا في الفترة الأولى، اللي هي انت قلت لك تغيير 2 مدافعين. أيوة. ولا زالت اللخبطة عندهم، بس احنا سيبنا نقطة مهمة جدا احنا كنا بنقول احنا نتفوق فيها بعد 10 دقائق او ربع ساعة، اللي هي الاستحواذ والضغط في وسط الملعب. مظبوط. هم اللي خدوه. احنا مشكلة لعيبة النادي الأهلي ان الشوط الأولاني ما بيضغطوش. لا قفشة ولا حمدي فتحي ولا السولية ولا شحات ولا حتى السردباكين، لما مصطفى بيسقط لقدام بيطلع ينزل. أي. لقدام ما بيضغطوش معاه. هم متفوقين في دي. يعني ضغط في نص الملعب من طارق حامد وفرجاني وبن شرقي وزيزو وكده اسرع وبيضغطوا اكتر. أي. ثانيا بيعملوا حاجه مهمه جدا، بن شرقي وشيكابالا وزيزو بيخشوا للعمق فبيسيطروا في نص الملعب، احنا كنا بنعملها دي. يعني دي نقطه. صح. لازم تتعدل. انا بقول التغييرات دلوقتي رغم انه الوقت ضيق، لكن الوقت يعني صعب، لكن يستنى كده 10 دقايق ويشوف حاله اللعيبه ايه في الشوط الثاني. كابتن يوسف، ايه اللي حصل سريعا بعد الهدف الاول للنادي الاهلي؟ تراجع. حصل تراجع، انا مش عارف سببه ايه، لكن في الدقيقه 6 بيجي لك هدف في جمله حلوه جدا وكورنر عملوه بشكل كويس جدا، ثم بعد ذلك تراجع كامل حتى بعد الهدف اللي جه فينا، برضو احنا لسه مش قادرين نطلع من حالتنا. خلينا نقول بقى احنا المفروض يحصل ايه. المفروض يحصل ان انا يمكن مش مع الكابتن اسامه، انا المفروض دلوقتي يحصل تغييره، لان احنا عندي 5 تغييرات لازم على طول مع بدايه الشوط الثاني، لان انا متوقع نادي الزمالك معنويا هيبقى نازل بشكل افضل. أي. فانت لازم تحدث، يعني لازم دلوقتي يحصل تغيير. امتلاك وسط الملعب لنادي الزمالك مخلي اولا استحواذ وبناء هجماته افضل بكتير جدا من بناء هجماتنا احنا. يعني احنا يمكن ما رحناش للمرمى او لل18 باستثناء الكره اللي في الاخر خالص حسين الشحات عدى بيها. أي. لازم عدم المركزيه بتاعت الثلاثي الامامي اذا كان قفشه وجونيور وحسين، لازم ميبقاش في مركزيه عشان نقدر نطلع. احنا علي معلول وهاني مقفول عليهم بشكل كامل جدا. مزبوط. فاتمنى ان موسيماني يتدخل باجراء تغييرين، يعني انا شايف ان تغييرين وفي الجزء الامامي عشان تقدر تحدث تغيير وتحدث نقله ان شاء الله. علشان يحصل التغيير ده كابتن عادل، وجهه نظرك ايه التغييرات اللي ممكن يعملها مستر موسيماني علشان يرجع سيطره تاني للنادي الاهلي؟ اول تغيير انا رايي ان مروان يخرج وجاي يلعب راس حربه وينزل كهربا وتلعب بفيرود وهمي. اجاي هيديك زياده شويه في الحته بتاعت نص الملعب. في ارتداده، وفي نفس الوقت هتعرف تطلع عليه بشكل كويس. هيبقى عندك
هيبقى عندك لا مركزيه في الحته دي، هيبقى عندكش راس حربه وهمي ممكن جونيور تستغله زي ما نادي الزمالك بيستغل الزياده ورا في التلت الاخير في ملعبه في ملعبك. انت برضو ممكن تشتغل على ده. اجاي هيعرف يسقط كتير ويعرف يعمل يشتغل يسيب الحته بتاعه الاثنين المساكين دي فاضيه مش مشكله، حتى لو ما راحش يشتغل عليها كتير بس هيديك الجزء ده. والتغييره الثانيه ممكن بعد شويه ممكن يبقى جيرالدو يديك جزء شكل دفاعي اكتر وكان حسين الشحات، يبقى جيرالدو وقفشه وكهربا وجونيور، اعتقد هتبقى فيه سيطره شويه وممكن يرجع للمباراه بشكل احسن باذن الله رب العالمين. نطلع لفاصل ونرجع لكم مره ثانيه بعد نهايه المباراه. كل الامنيات كل الامنيات للنادي الاهلي بالفوز ان شاء الله، ارجوكم انتظرونا.